اوكي. والاكسايتيشن تيبل اللي يعتمد على الكيو ان والكيو ان بلس 1، حاله الجي كي فليب فلوب، حاله الار اس فليب فلوب، حاله الدي، حاله التي. فكان عندنا هذا الجي كي القيم له، وهذه الار اس، وهذا الدي اللي هو نفس النكس ستيت هذه. اوكي. والتي فليب فلوب هذا هو عباره عن الاكسكلوزيف اور، بين ذوله المشابهات صفر اذا ما تعرفها، والمختلفات واحد. اليوم راح ناخذ الاناليسز، حناخذ طلاب الاناليسز اوف سينكرونس ستيت ماشينز باور، حتى تسوي اناليسز، يعني حتى تسوي تحليل. اوكي. بهاي الحاله لازم انت تعرف كل فليب فلوب او شنو الكاركترستيك ايكويشن له. اوكي. مثلا طبعا لحد الان الدخول مستمر. اوكي، صار عندنا العدد 20، بس اخذ الحضور ونرجع للمحاضره. شوف طلاب، بعملية الاناليسز التحليل انت راح تجري العملية بالعكس. فحتى تجري العملية بالعكس لازم تعرف انت كل فليب فلوب شنو الكاركترستيك ايكويشن له. مثلا بالار اس فليب فلوب ان النيكس ستيت لكيو بلس او كيو ان بلس 1 هي عبارة عن اس زائد ار داش كيو ان، الحالة السابقة هاي البريزنت ستيت، الحالة السابقة وهذه النيكس ستيت. الجي كي هي عبارة عن الكيو بلس هي جي كيو داش زائد كي داش كيو. الدي هو نفسه والتي هو اكسكلوزيف اور. هذا الجدول لازم تكون انت حافظه مثل ما كنت حافظ هذا الجدول، واللي هو المحصلة مال هذا الجدول. الفكرة هنا أنا. شنو الفكرة من هذا الموضوع؟ إنه قبل كان عندنا سؤال نصمم سيكونس، كشف سيكونس، نصمم ستيت، نوديها للتيبل، نسوي لها أساينمنت، نعطيها صفارة وواحدات، بعدين نوديها الكارنوف ماب ونرسم الدائرة. قبل أن نرسم الدائرة عندنا عملية ريدكشن. ريدكشن، هل هاي الدائرة بها ريدكشن؟ يعني هل تصميمنا هذا الستيت يعني هسه من صممته اذا اجرب عليه الريدكشن هل هو كفو او لا؟ يعني اذا بي ريدكشن يعني اكو نتيجه افضل من هذا الرسم، بس اذا ما بي ريدكشن هذا يكون عندي افضل ديزاين، يعني الاوبتيمال، اوبتيمال ديزاين. اوكي. الفكره هنا يا طلاب انه مو راح نبدا مثلا، خل بس اذكركم يعني انا ايش اقصد بالضبط. احنا سابقا سؤال مثلا عندنا، اوكي، رسمنا الستيت دايجرام له، هذا اللي امامك، بعدها سوينا الستيت تيبل، او بعدها شيكنا بي ريدكشن او لا ريدكشن، صار هذا الستيت تيبل اوبتيمال، اوبتيمال مقارنه بذاك السابق. بعدين رجعنا رسمنا الستيت تيبل، الستيت دايجرام العفو، رسمناه، بعدين سوينا على اساينمنت صفاره وواحدات، هذه الصفاره وواحدات هنا خليناهم، وبعدها ودينا الكارنوف ماب، طلعنا المعادلات، وبعدها رسمنا الدائره. اوكي، هاي الخطوات العاديه. هسه لا، حيعطيني هو الدائره ويقول لي حللها، يعني التحليل هو الرجوع بالعكس، الرجوع بالعكس، ارجع بالعكس لمن؟ ارجع للستيت دايجرام الاصلي هذا،
يعني راح احل كانما بالعكس من جوه لفوق. اوكي، هذا معناه الاناليسز. اوكي، فانت حتى تحل بالعكس شنو الغرض من عنده؟ الغرض من عنده اشوف انه الدائره اللي اعطاني اياها هل هي افضل ديزاين؟ اذا افضل ديزاين اقول له عاشت ايدك، هذا افضل ديزاين موجود لهذه الدائره. بينما لا، اذا رجعت بالعكس وجريت العمليات وشفت اكو ريدكشن صار بالدائره، اوكي، يعني هاي دائرته مو اوبتيمال، يعني اكو دائره افضل من ادهى. فاذا اكو دائره افضل من ادهى، بهاي الحاله هذه مو اسوي عمليه الريدكشن، ارجع اسوي اساينمنت مرة اللخه اصفار واحدات عن طريق الاستيتات، وارجع اوديها الكارنوف ماب، اوكي، ابسطها وارسم الدائره الجديده اللي تكون افضل من هذه الدائره، افضل من الدائره المعطاه. فهي هاي الفكره طلاب، انه الرجوع بالعكس، احلل الدائره، الزم الدائره اللي اعطاني اياها، افسخها بما معنى، اشيكها هل هي كفوءه؟ شنو يعني كفوءه؟ يعني المفروض انت يكون عندك الدائره كلها صحيحه، شغلها صحيح، وثانيا الكومبوننت اللي تستخدم بها اقل ما يمكن. يعني انت مثلا مو مخلي لي مثلا 10 دوائر الاند، 20 دائره اور ماري شنو، او هي من الممكن ان افضها احتمال دائرتين مثلا اكسكلوزيف اور، هذا كله يلغي. اوكي، فهذا القصد عندي، مثلا مو دائرتين اكسكلوزيف اور، قول مثلا بدل ال 10 الاند افضها باربعه اند، او بدل 20 اور انا افضها بخمسه اور، هذا الفرق، هذا الديزاين الاوبتيمال. فاحنا حنجري العمليه، هي عمليه عكسيه، حنحلل الدائره ونشوف هل هي كفوه او لا. قبل ان نحلل الدائره، احنا عرفنا الستيت ماشين، العنوان الفصل الستيت ماشين، قلنا بيه نوعين، بي سينكرونس او بي اسكرونس، يعني بي دوائر متزامنه، دوائر متزامنه سينكرونس، اوكي، او بدوائر غير متزامنه. اذا من نعطيك انطيك الدائره، المفروض انت قبل ان تبدا، مو انت عندك تفرق فرع يعني جهتين، يعني لو تروح على السينكرونس لو تروح على الاسينكرونس، يبقى مثلا اذا انت تروح بالاتجاه الخاطئ شيء اكيد الحل كله حيكون خطا. اوكي، فاول عمليه لازم نقرر شنو نوع الدائره. احنا الدائره الثانية، النوع الثاني بعدنا ما ماخذين، بس هسه اريد اعلمكم انت شلون تقرر هاي السنكرونس. السنكرونس مثل ما ذكرتها باول محاضره، هي الدائره يجب ان تتكون من فليب فلوبس زائد كلوك بلس. من تلاحظ الدائره بها فليب فلوبس وتحتوي ايضا على كلوك بلس بهاي الدائره، تفهم انه تحليلك هو سينكرونس ستيت ماشين. النوع الثاني راح نناقشه يعني لاحقا مو هسه. اوكي، هذا بالنسبه للنوع الاول اللي من خلاله راح نحدد شنو نوع الديزاين اللي عندنا. خلينا نشوف المثال التالي. طلاب هاي نفس المحاضرات اللي يمكم انا بس مكبرها، يعني معرضها ضاغط عليها ومعرضها منا ومنا ومكبرها. اوكي، Analyze the sequential circuit، حلل الدائرة sequential circuit، ما ذكر لي لا synchronous ولا asynchronous. انت من معرفتك للموضوع اللي هو هذه دي فليب فلوب وكلوك بلس، عرفتها انه هذه الدائرة synchronous circuit with inputs x1 and x2، هذا الانبوت x1 و x2، and output y1، هذا الاوتبوت، اوكي، اللي هو z، انا بسميه زر اوتبوت، اوكي، ما عندي اشكاليه. او الاوتبوت الواي 1، اوكي، اللي هو هذا الزد، اذا يعتبر انه هذا الماخوذ من هذه النقطه، اوكي، اللي هو الزد. which shown below، اللي اذا تلاحظه. find the related equations، المعادلات اللي لها علاقه، هسه نعرف فيها معادلات المقصوده. state table and state diagram. طلاب هاي العبارة زايدة، يعني أنت كلمة الأنالايز هي تعني هذه الخطوات، تلقى المعادلات وتسوي الستيت تيبل وتسوي الستيت دايجرام وتشيك الريدكشن
اوكي، اذا اكو ريدكشن تغير هاي الدائره تتغير، اذا ماكو ريدكشن لا تعوفها هاي الدائره كما هي. فهاي العباره تذكر او لا تذكر بالسؤال، انت لازم تعرف ايش تسوي، تعرف الخطوات اللي مطلوب اتباعها حتى تحصل على نتيجه الاناليز هذه. واضح؟ ما ادري طلاب انتم وياي لو لا. ممتاز ممتاز وياك دكتور. طلاب هسه سؤالي لكم، عندي دي فليب فلوب هذا الاول، لي عندنا نقيس واي 1 واي 1 داش، اذا هاي يا اما اكتبها دي او حكتبها دي واي 1، لان هو الكلام هسه هذا الفليب فلوب واي 1 اسمه، وهذا حيكون اسمه واي 2، اذا هذا دي واي 2 يعني هذا الانبوت له وهذا الاوتبوت له. واضح؟ هذا نرجع نسأل سؤال، هذول يمثلوا لك present state لو next state؟ present ممتاز ممتاز، present state هسه هذول، وهذا شيء يمثل لك next state. طلاب الباقين وينكم؟ يعني انتوا لازم تشاركون، شاركوا وياي شويه عشان نسمع صوتكم. الاوتبوت ايش حيمثل؟ نيكست ستيت. نيكست ستيت. والانبوت؟ بريزنت ستيت. اوكي، بس سؤال، مصطفى عندنا بنيه اسمها بشرى كباش؟ يعني ما موجودة بالقوائم ويانا مو؟ لا ما يصير، لا تدخل. اوكي طلاب شكرا لجوابكم، اللي يؤسفني اقول لكم كلكم خطأ. نرجع نعيدها هسه، نرجع نشوفكم هنا طلاب. الضوء اللي اخذته بال البروب، الضوء اللي خليته بالمالتيسم، خليته على الانبوت لو على الاوتبوت؟ على الاوتبوت. على الاوتبوت. بالله ترفع راسك انت هسه، دور لك ضوء بالغرفه، موجود بالغرفه يمك ضوء؟ موجود ضوء بالغرفه؟ جاوبوني طلاب وياي، لا تظلوا افهم طلاب افهم، هاي ترى هاي الامثله اقدر هسه بعشر دقائق اخبز لك يا هذا المثال وانا وينتهي. ارفع راسك للضوء، هسه هذا الضوء اللي امامك واللي هو بحاله اون، هذا present state يعتبر لك، يعني اللحظه هسه الحاله اللي موجود بها لو حاله النيكست ستيت اللي راح تصير. نيكست ستيت. present. يعني هسه هو بيشتغل اون، اون انت دا تشوفه اون هسه لو حشوفه بعدين اون. هسه دا اشوفه. اوكي اذا هاي البريزنت، من هسه اقول لك قوم وروح طفي الضوء، من راح تقوم هاي انت اقول لك راح تقوم، راح افهمني يعني مو راح يعني نيكست ستيت، يعني نيكست ستيت من تقوم وتطفي شنو حالته؟ شو تكون من تطفي شو تكون حالته؟ مو صحيح. اذا البريزنت ستيت هو الهنان اللي انت تشوفه هسه، ايش ده تشوفه اون لو اوف؟ ده تشوفه مشتعل اون. اذا الحاله اللي انت بيها هاللحظه مو ده تنتظر الانبوت، انت الانبوت طلاب انت افهمني، الانبوت انت هسه ما عليك، انت الحاله شنو الموجه؟ التلفزيون مفتوح قدامك، والله اني هسه صورته قدامه وطالع قدامي البرامج وده اتفرج، هذه يا حاله تمثل لي، هذا دي يمثل لي الاوتبوت، الاوتبوت للتلفزيون بريزنت بهاللحظه. إذا الـ output هو present state مو next state، تفهموني؟ الـ output هذا هو present state مو next state، مو راح يجيك، أنت تعتمد على الـ output هسه اللي أمامك، شنو اللي موجود هسه؟ هو الـ output للدائرة، فتلاحظ الضوء مشتغل، لاحظ التلفزيون مشتغل،
تلاحظ الثلاجة مشتغل، هذا الاوتبوت بهاللحظة البريزنت ستيت. أني شو عليه بعد شوية إذا طفت الكهرباء وطفى البيت كله؟ هذه النيكس ستيت اللي راح تيجي من الانبوت. الانبوت راح يغلي، هيقطع الانبوت، يقطع عليه الانبوت البيت كله طفى. فاهميني؟ إذا طلاب هذا أني سبق وشرحتها قبل، وهذه يعني ألومكم عليها الصراحة، ألومكم عليها أنه أنتم ماخذين معلومات الثاني وقافلين عليها، قافلين على معلومات الثاني. فإن هذا البريزنت وهذا يعتبر النيكس ستيت. ليش يعتبر النيكس ستيت؟ لأن بعد مجيء الكلوك بلس هذا الانبوت اللي هنا راح يظهر كنيكس ستيت، نيكس التالية، الستيت التالية. تفهموني؟ يعني التالي، نيكست يعني التالية. فهذا راح يظهر هنا بعد مجيء الكلوك بلس، وهذا راح يظهر هنا بعد ايضا مجيء الكلوك بلس. اذا هسه من هو البريزنت؟ خرج لي اياه قيمه، خرج لي اياه. شنو الاوتبوت؟ y1 y1 داش 2 y2 y2 داش. شنو النيكست ستيت للفليب فلوب الاول؟ شنو x1 x1 y2 داش؟ لا 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 لا، شو اسمه، شو اسمه هذا dy1 dy2 then دول النيكست ودول البريزنت. اوكي خلينا نجي هنا انا. اذا الاوتبوت هذا الزت هو نفس الواي، اذا الاوتبوت الزت هو يساوي واي 1. الدي واي 1 اللي هو هذا اللي هي النيكست ستيت شي يساوي اجي اتبعه، ايش القى؟ هو عباره عن الانبوت الاكس 1 مع هذا الخط اجي اتبعه مع الواي 2 داش. اذا اكس 1 بلس y2 داش اللي هي هذه، الثانية ال dy2، هذه dy2 هو عبارة عن ال x2. اوكي الخط بلس x هذه اور، اجي على هذا الخط اتبعه القى y1 داش. اذا حصلت هذه المعادلة الثانية. ايش حصلت؟ حصلت على related equations، يعني المعادلات اللي لها علاقة بهذه الدائرة. هسه المفروض من عندها أرسم الستيت تيبل. قبل أن أرسم الستيت تيبل أحتاج إلى التيبل، الترانزيشن تيبل، الانتقالة، الانتقالة بين ستيت وأخرى حتى أعرف أسمي الستيت. فإذا لازم أحصل على الإكزايتيشن تيبل. حتى حصل على التيبل، لاحظ انه انبوت عندنا اثنين او عندنا اوتبوت واي 1 واي 2 اثنين، يعني المتغيرات ده اتكلم طلاب هو صح ولا هذا اوتبوت وهذا مقلوبه وهذا اوتبوت وهذا مقلوبه، بس كمتغيرات عندي اربع متغيرات، ذولا اثنين وذولا اثنين، فاربع متغيرات يولدوا لي 16 احتمال. 16 احتمال هاني اللي يفيدني من أدها هي قيمة الدي اللي تطير قيمة واحد، فأما يعوض القيم من 0 0 0 0 إلى 1 1 1 1 بهذه المعادلة، أو أعرف وين موجود الواحد وين موجود الصفر. أوكي ونفس الحالة أعوضها بالمعادلة الثانية وأعرف وين موجود واحد وين موجود صفر، وبدول الواحدات والصفارة من هذه المعادلات أنقلهم إلى التيبل، أخليهم بالتيبل، أو من الممكن أستخدم نفس الطريقة اللي وضعناهم بكارنوف ماب. يعني هم ذول المعادلات بالأصل من الربطوا، الربطوا أكو تبسيط صار بكارنوف ماب وصارت هذه الدائرة من عندها. إذا رجعت ذول المعادلات للكارنوف ماب، بس دير بالك مو تبسطهم لأن هم ذول أصلا مبسطين، أوكي مو تجي تبسط لياهم، تخليهم بالماب. اوكي لان انت بس ترجعهم حتى تعرف مكان الصفر وين ومكان الواحد وين،
من عرفت الصفر وين والواحد وين؟ بعد ما اكو داعي التعويض، هو رأسا مباشرة اجيبهم وخليهم بالتيبل بس بدون تبسيط، يعني هخليهم بماب ماب، مو اخليهم بكارنوف ماب. كارنوف ماب تعني بسط، بس انا راح اخليهم بماب مشابه للكارنوف ماب، واضح؟ مو اخليهم بكارنوف ماب، انا هخلي ماب نفس الكارنوف ماب نفسه، لان من تقول لي كارنوف ماب يعني اذا تقول لي انا حبسط، انا راح اخليهم بماب ماب مشابه للكارنوف ماب. اذا جبت هذول المعادلات او راح اخليهم بنفس الكارنوف ماب بس بدون تبسيط، اوكي؟ خلينا نشوف. احنا نلاحظ هنا بس دقيقه شوف طلاب، اجي للمعادلة الاولى dy1، اذا هذا الاول الماب الاولى يخص dy1 واللي هي نفسها باوع y1 plus dy1 هي النيكس ستيت اللي هي هذه، كتبناها y1 plus لان هي الحالة اللاحقة، اوكي؟ والدي واي 2 هي نفسها الواي 2، يعني هذا الماب للدي واي 2 اللي هي واي 2 بلس اللي هي هذه معادلتها. من هذول المابات راح اعرف توزيع الوحدات والاصفاره اللي تولد هذه المعادلات. فاجي للمعادله الاولى، المعادله الاولى انت راح توزع تخلي واي 1 واي 2 اكس 1 اكس 2. حاول طلاب انه ما تغير الترتيب، يا اما x1 x2 y1 y2 او بدلنا مواقعهم، بس مجرد ابدال المواقع. سبق وان قلت لك لا تغير الترتيب، يعني y1 y2 y3 y4 y5 6 الى اخره، استمر نفس الترتيب x1 x2 x3، لا تبدل بيناتهم، اوكي؟ هذه لك للسهوله حتى عمليه النقل تصير جدا سهله. عندي 2 output وعندي 2 inputs، نفس ترتيب الكارنوف ماب اللي هي 0 0 0 1 1 1 1 0 لل y1 y2 x1 x2 0 0 0 1 1 1 1 1 0. اجي هسه اخلي هذه المعادله بالكارنوف ماب حتى اعرف توزيع الوحدات والاصفار شلون راح يصير. اجي على الجزء الاول، هو عباره عن x1، الاحظ انه هنا x داش وهنا x داش وهنا موجود x1 وهنا وهنا، يعني هذا العمود كله يخص x1 وهذا العمود كله يخص x2. بس اجي الاحظ اكو وياه مشتركه y، اذا مشتركه وياه y1 y2 او كذا راح اخذ بس الصف اللي يخصها. بس لان هنا تلاحظ انه x1 ملغيه، اذا المقصوده من x1 اللغه بيا حاله اللغة من هنا قيمته صفر واحد وهنا قيمته صفر، فصارت دول العمودين اشتركوا لغوا الاكس 2، اوكي؟ بعدها شو الاحظ؟ الاحظ انه واي 1 واي 2 ما موجود عندي، اذا دول كلهم ملغيين، اذا دول العمودين مشتركين ويا دول كلهم ملغيين، اذا الاكس 1 حتى يظهر من عدمن من الكارنوف ما بنبسطت سابقا، بنبسطت سابقا حتى يظهر الاكس 1 لازم يكون عندك هذا كله وحدات وهذا كله وحدات. ليش يعني انت هسه لو تيجي تجرب وتريد تبسط، لو اخذت ذولا هذول ثمانيه حاخذهم سويه، اوكي؟ من هنا الاكس 2 راح يروح فبقى الاكس 1، ومن هذول كلهم يلغون، اذا نتيجه هذا ذولا الثمانيه هي اكس 1. إذا التمثيل ماتي للجزء الأول صحيح، مشى، هسه كمل، أوكي؟ الجزء الأول صحيح، أجي الجزء الثاني. ألاحظ أنه الـ y2 داش، وين موجودة الـ y2 داش؟ ألاحظها أنه هذا الجزء y2 داش وهذا الجزء y2 داش، إذا المعني لهذا الجزء هو هذا الصف وهذا الصف. بس خلينا نشوف لكل القيم لو لجزء من القيم. ألاحظ هنا ما موجود لا x1 ولا x2، إذا هاي كلهم ملغيين، أوكي؟ إذا هذا حيصير كلها وحدات وهذا حصير كلها وحدات. وإذا شيكت أريد أجرب هاي ما يصير أخذها وحدة، لأن دول الأربع وحدات من الممكن أنه تبسطهم سابقا ويا دول الأربعة، إذا تبسيط دول الأربعة مع دول الأربعة
حيلغي الاكس او يلغي الواي 1 لان صفر واحد، فيبقي لي فقط الواي 2 داش. اذا التمثيل مع المعادله للجزء الثاني هذا صحيح، صارت هذه الاجزاء كلها واحدات، اذا هذول الاجزاء خليهم اصفار. اذا هسه عرفت الكارنوف ما بالقديم اللي اشتغلت عليه قبل شنو اصله، هذا اصله اللي من عنده ظهرت هذه المعادله. كملنا الجزء الاول، اجي هسه للجزء الثاني، الاحظ انه عندي x2، اجي اشيك وين الx2، الاحظ انه هذه x2 وهذه x2، اذا دول الصفين العمودين هم المشمولين هم المقصودين. اكو ظهور y1 y2، اذا دول كلهم ملغيين، اذا هذول كلهم حيكونون وحدات لان دول ملغيين ما ظهروا. ولو تجرب على هذا التبسيط، لو سويت ايش دول الثمانيه كلهم سويه، حتلاحظ y1 y2 يلغي، وتلاحظ الاكس 1 هذا صفر ويا الواحد يلغي، فيبقى لي فقط الاكس 2. هذا الجزء الاول صحيح. الواي 1 داش، اجي الاحظ الواي 1 داش وين، نلاحظ الواي 1 داش الجزء الاول واي 1 داش والجزء الثاني واي 1 داش، اذا دول الصفوف المقصوده. اكو شيء تابع وياهم بالاكس، الاحظ ماكو عندي بالاكس، اذا هذا كله وحدات يكون. او لو شيكت تبسيط صحيح، لو اخذت دول الثمانيه سويه، الاحظ الاكسات تلغي والاحظ الواي 2 ايضا يلغي، فيبقى الواي 2 الواي 1 داش. اذا دول اضيفهم اصفار، اذا حصلنا على معادله النيكس ستيت للواي 2 وحصلنا على معادله النيكس ستيت للواي 1. دول هسه شو اسوي؟ اجيبهم اخليهم بالتيبل. اللي شي يمثل لي التيبل يمثل present state و next state و output. ال present state اللي هم دولة present y1 y2، وال next state هو ال dy1 أو ال y1 plus وال dy2 أو ال y2 plus. إذا راح أكتب التالي، راح أكتب y1 y2، أعطي الاحتمال 0 0 0 1 1 1 1 0. أوكي، الانبوت عندي أربع حالات، يعني هنا 0 0 0 1 1 1 1 0، إذا عندي ها 0 0 0 1 1 1 1 0. إذا عندي النيكس ستيت، هذه نيكس ستيت أيضا حتكون عندها لي أربع حالات، الحالة الأولى، الحالة الثانية، الحالة الثالثة، الحالة الرابعة، لان عندي بالاصل اربعه اعمده لكل انبوت اكو عندي نيكست ستيت. اوكي، فحخلي هنا انا y1 بلس y2 بلس نفس الحاله، y1 بلس y2 بلس y1 بلس y2 بلس نفس الحاله هنا. هذا نيكس ستيت، اجي على العمود الاول، احنا هذه الكارنوف ماب المن للواي 1 بلس، اذا راح اخلي 1 0 0 1 للانبوت 0 0 المن بدل الواي 1 بلس. حاجة أخلي هذا العمود أخلي 1 0 0 1، هذا ال y1 بلس بالانبوت الأول. بالانبوت الثاني نفس الحالة 1 0 0 1، هذا بالانبوت الثاني 1 0 0 1. بالانبوت الثالث كلها وحدات، أو بالانبوت الرابع كلها وحدات. كملنا هسه العمود الأول، هذا استهمته الترتيب هسه فهمك إياها بالحالة الثانية هسه. اوكي، هسه حاخذ هذا الترتيب، هذا الترتيب هنا. اوكي، اجي هسه الواي 2 بلس، هاي الواي 2 بلس، احنا مو عندنا اربع انبوت، اخذوا لنا الاربع انبوت، والكلام نسبه للواي 2 بلس، يعني العمود الثاني هسه الكلام مو على العمود الاول. العمود الاول من كلهم اجيبه من كارنوف ماب الاول، لان هو يخص الواي 1 بلس،
وانت هنا تقول y1 plus y2 plus y1 plus y2 plus، يعني العمود الأول كله أجيبه من كارنوف ماب الأول، أجي هنا العمود الثاني أجيبه من ال y2 plus الثانية، فحيكون عندي العمود الثاني بالانبوت 0 0 هو هذا قيمته، لأن يعني هي ال y2 plus، فيكون قيمته 1 1 0 0، فتلاحظ قيمة 1 1 0 0. العمود اللي بعده 1 1 1 1 كلها واحدات، فالعمود هذا الثاني بالانبوت 0 1 كلها واحدات، العمود الثالث ايضا كلها واحدات، هذا بالانبوت الثالث 1 1 كلها واحدات، العمود الرابع 1 1 0 0 حتخليه 1 1 0 0. هذا الترتيب جبته من دول الماب اللي هي مو كارنوف ماب، بس احنا شابهناها رجعناها للاصل. اوكي رجعناها، شنو الكارنوف ماب اللي طلع هذه المعادلات؟ فبس يعني خلي الدول القيم هنا. اوكي بعد عندنا شنو الاوتبوت؟ الاوتبوت هو واي 1 والاوتبوت هو الواي 1، هو شنو البريزنت ستيت الاوتبوت، انت مو تخلي هنا ما تخلي الضوء على الانبوت، اوكي تخلي الضوء للاوتبوت. اوكي فالاوتبوت حياخذ القيمه من البريزنت ستيت، يعني الاوتبوت زد يساوي واي 1، اجي من البريزنت ستيت هذه البريزنت ستيت، من الواي 1 هذا اول عمود، اذا اخذ العمود الاول 0 0 1 1 هذه 0 0 1 1. كملنا التيبل اللي عندنا. اوكي هسه الخطوه اللي بعدها، يعني بالواي 1 بلاس اروح للجدول الاول اشوف موقعها ايش كير 0 او 1 واكتبه، وبالجدول الثاني مال واي 2 بلاس وعلى نعم نعم نعم. نجي هنا انا طلاب مع نجي هنا انا هسه نسوي ستيت، نسمي الستيتات. اوكي فحسمي هاي ستيت 1 ستيت 2 ستيت 3 ستيت 4، يعني من نكتب هاي ستيت 4 اي شيء 1 0 حيكون ستيت 4، هذه اس 4 هذه اس 4 هذه اس 4. اوكي من هذه اس 1 من هذا الجزء اللي هو اس 1 وين عندي 0 0 فقط، هذه حيكون فقط هنا اس 1. اوكي فراح اغير التسميات الى ستيت تيبل S1 S2 S3 S4 وخليت دول الستيتات اللي أمامك. أوكي بعد أن صممت دول الستيتات خليت الستيت هذه اللي أمامك الستيت تيبل، أجي أشيك هل هو هذا الديزاين اللي اعطاني إياه هو الأوبتيمال أفضل ديزاين أو لا. إذا ما ظهر بي ريدكشن هذا أفضل ديزاين، وبعد ما عندي غير ديزاين، بس إذا ظهر بي ريدكشن أوكي حقول له انت ديزاينك اللي اعطتني اياه مو زين ما يفيد، اكو ديزاين افضل منه. اوكي يعني بهالاسلوب ديزاينك مو صحيح مو 100% بيور مو اوبتيمم، اوكي مو 100% افشنسي افشنت، اوكي يعني مو كفو 100%. فبهاي الحاله هذا اللي امامك راح اشيكه بالامبليكانت شارت، تذكروا الامبليكانت شارت اللي اخذنا اللي هو هذا، حاجي ارتب الستيتات على الصفوف من ثاني ستيت الى الاخير، فيكون S2 S3 S4، وعلى الاعمده حرتب من الاولى الى قبل الاخير، فيكون عندي S1 S2 S3. فالاحظ هسه اجي اقارن من اسوي الخانات ذولا، قلنا ترسم بهالشكل هيش تخلي خط وبعدين تنزل هيش وتيجي تخلي هذا اضبط رسم لك حتى لا تتاخر بالرسم، افضل طريقه لك. اجي هنا أنا اقارن هسه الستيت S1 مع الستيت S2 وبعدها مع الستيت S3 وبعدها مع الستيت S4، ألاحظ أنه إيش وقت الستيت S1 يكافئ الستيت S2
بحيث إذا كافئها يعني أقدر أحذف مثلاً واحدة من الستيتات وأعوض بدل الثانية اللي حذفته باسم الأولى. فلاحظ إنه الستيت S1 من أقارنها مع الستيت S2، ألاحظ الشرط للمساواة، أوكي للتكافؤ، ألاحظ إنه الشرط لازم يكون عندي الS3 شي يساوي S2، شي يساوي S2. الشرط اللي بعده مكرر اللي بعده هو S3 يساوي S3. إذا الشرط عندي S2 يساوي S3، هذه الS2 يساوي S3، الشرط الأول عندي بين الأولى والثانية. بين الأولى والثالثة ألاحظ شنو؟ الأوتبوت مختلف، إذا ما يصير عملية المقارنة. أخلي كروس X بالأولى والرابعة، لاحظ الغيها. هسه انتهينا من العمود الأول، يجي على العمود الثاني S2 مع S3. S2 مع S3 ومع الفور يصير الأوتبوت مختلف. الحالة الأخيرة الثري مع الفور يصير لو ما يصير؟ يصير نفس الأوتبوت، يصير. إذا شنو الشرط؟ S1 تساوي S4 S2 تساوي، أوكي S2 تساوي S3. كملنا هذا التيبل اللي أمامك، ليش نسميناه Implicant Chart أو Implication Chart، أوكي صار عندنا هذا التسمية. نجي هنا أجي أقارن هسه أقارن من اليمين إلى اليسار. المقارنة أجي على الخانة الأولى، ألاحظ أنه أروح للخانة، هذا دي يقول لي شيك الخانة S1 S4، أشيك S1 S4، هذه S1 S4 إيش ألقى بيها؟ كروس، يعني هذه مستحيل أن تساوي هذه، إذا هذه أشطبها كروس، انشطبت كروس هذه. بعد عندي منو؟ عندي هذه، يقول لي روح قارن الاثنين مع الثلاثة، أجي الاثنين أقارنها مع الثلاثة ألقاها كروس، إذا أضرب هذه كروس. إذا بهاي الحالة صار الجدول كله كروس، إذا ما عندي ريدكشن بالديزاين، يعني هذا اللي صمم أقول له عاشت إيدك ديزاينك مضبوط. حتى أرسم الستيت دياجرام أجل الأس 1 تنتقل كلها للأس 3 ولجميع قيم الانبوت وتعطي اوتبوت قيمته صفر. اذا الاس 1 تنتقل الى الاس 3 بكل قيم الاوتبوت الانبوت او تعطي اوتبوت قيمته صفر. كملنا الاس 1، الاحظ الاس 2 تنتقل تبقى بالاس 2 بالانبوت 0001 او بالانبوت 1110 تنتقل للS3. إذا بالانبوت 00 هنا فارزة، هنا فارزة مو سلاش، 01 حاطة بنفس الستيت، والانبوت الثاني اللي هو هنا لازم يكتب اللي هو 1011 تنتقل به للستيت S3 وتعطي الاوتبوت صفر. الS3 تنتقل S1 S2 S3 S4 اعتمادا على نفس الترتيب للانبوت. اذا بال00 انتقل للS1، بال01 انتقل للS2، بال11 ابقى بالS3، او بال10 انتقل للS4، او نفس الحاله الستيت الرابعه. ولهنا نكون كملنا الستيت دايجرام، يعني صممنا الستيت دايجرام اللي ولد هذه الدائرة، ونقول له عاشت إيدك، هذا تصميمك مضبوط 100%، ما بي أي إشكالية. ها؟
دكتور وذا بي ريدكشن نلغي وذا بي ريدكشن مو قلنا حتأيديش الخطوات السابقة اللي أخذتها قبل ترجع تسوي ريدكشن وتسوي أسانمنت مرة اللخة وتودي الكارنو في ما بتمسط وترسم الدائرة الجديدة ورا ما أسوي له ريدكشن أرسم الماب الجديد وأظل يلا أرسم الستيت طبعاً طبعاً تعيد الخطوات السابقة اللي أخذناها بالأمثلة السابقة تعيدها كما هي بعد الريدكشن طلاب تشوفون دمشي على كيف بهذا المثال من الممكن أن أفض هذا المثال بعشر دقائق بس ده شرحه على كيف وبهدوء ليش؟ لأن إحنا هسه واصلين بمرحلة قمة الإلكترونيك أوكي؟ أنت لأن اختيارك بالبداية للنوع بمجرد أنه بالبداية اتجهت للسينكرونس أو هو الموضوع بالعكس أسينكرونس أو بالحالة بالعكس اتجهت للأسينكرونس أو هو سينكرونس السؤال كله خطأ يصير أو نفس الحالة أي خطوة تخطأ بيها الخطوات التالية كلها تصير خطأ أوكي؟ فعلى هذا الأساس نمشي وياه خطوة خطوة وعلى كيف اوكي هسه بقى طلاب راح اخذ مثال ثاني ركزوا وياي تمام اوكي حتى نشوف الحاله اللي الثانيه اللي راح يصير عندك شوف give the sketch diagram for the logic circuit shown below give the sketch diagram وسكت للدائرة اللي تشوفها قدامك هنا أنا طلاب ما طول دي يقول لي طيني الستيت دايجرام يعني بما معنى أنالايز أوكي يعني حلل ما ذكر دي ما ذكر دي كلمة أنالايز أوكي قال لي بس give the state diagram وسكت من أدها شلون حصل الستيت دايجرام يعني بما معنى دي يقول لي حلل الدائرة بس يا دائرة أجي أرجع أشيكها ألقاها في لب فلوبات وكلوك بلس إذا افتهمت أنه هذه السينكرونس سيركت إذا هذه من هذه العبارة give the state diagram افتهمت أنه السؤال هو analyze the synchronous sequential circuit افتهمت شو العبارة صارت يعني هذه give the state diagram صارت غير كلام بعناها يعني معناها الأصلي هو analyze the synchronous sequential circuit هو غير لي العبارة بس قال لي give the state diagram أوكي بعدها فرأي بعدها show how the circuit could be redesigned using deep flip flop flops أوكي هل شون حتقدر هذه الدائرة تعيد تصميمها باستخدام deep flip flop أوكي هسه راح نرسم الدائرة نحلل الدائرة اوكي ونشوفها بها ريدكشن او لا وبعدها نشوف التكملة للسؤال نلاحظ على السؤال نلاحظ يستخدم الجي كي فليب فلوبس ونلاحظ انه هذا الجزء هو الانبوت اله واللي يمثل اوكي ونلاحظ انه هذا هو الاوتبوت واللي يمثل present state للpresent state اوكي نلاحظ انه خلى اشوف الدائره خلى اشيك الدائره الاحظ انه كم انبوت عندي واحد الانبوت واحد والpresent state والاوتبوت ثلاثة زت 1 زت 2 زت 3 واضح طلاب شلون ده حلل ده تشيك الدائرة اوكي اجي عليها على الدائرة هسه نجي هذا جي واي 1 هذا كي واي 1 جي واي 2 كي واي 2 هذا يعني فليب فلوب للواي 1 وهذا للواي 2 اجي جي Y1 أجي هو عبارة عن دائرة AND اللي هي بين من X
and ويا من اجي على هذا الخط على هذا الخط ويا شنو y2 اذا j y1 هو عباره and x y2 كملنا j الكي y1 التوعه الاحظه هو قيمته x فخليه x اجي الجي y2 اللي هو هذا التبعه الاحظه انه هو عباره عن شنو ايضا x ويا من ويا هذا الخط اللي هو ال y1 داش اذا عباره جي y2 هو عباره عن x y1 داش بينما الكي y2 هو ايضا عباره عن x اوكي فصارت عندي ذولا اثنينهم ايضا نكمل z1 خلنا نتبعه هو عبارة عن y1 داش ويا هذا الخط اللي هو ال y2 داش اثنينهم داش z2 هو عبارة عن y1 y2 داش x والz3 هو عبارة عن y2 y1 y2 y1 هسه حتى ارسم الستيت تيبل لازم اجيب المعادلات اللي لها علاقه بهذا الكاردوف ماب العفو بالفليب فلوب اوكي اللي هي هذه لازم تكون اني حافظها اللي هي هذه النيكست هي j q داش زائد k داش q الكيو لا تنسى الكيو هي هنا الكيو واي 1 وكيو واي 1 داش هذه الكيوات هنا الاوتبوت اوكي راح اجيب المعادله جي كيو يعني بنتكلم على الواي 1 حيكون هنا واي 1 داش وهنا واي 1 بدل الكيو وبنتكلم على الواي 2 بلس حيكون هنا واي 2 داش بواي 2 بس تجيب ذول المعادلات اتعوضهم بدل الجي وبدل الكي للحالة الأولى أوكي وللحالة الثانية من أجي أعوض ذولا هنا أوكي أحصل هذه المعادلة أو من أعوض ذولا أحصل على هذه المعادلة حصلنا على المعادلتين Y1 Y2 Y1 plus Y2 plus عادي يعني دا تفتهموني لو شنو لو أكو إشكالية مثلا مصطفى اوكي البقية نعم دكتور دكتور بس اذا الخطوة من وياي رقية رقية بس مجرد انه تعويض احنا مو نقول هذه جي اجيب الجي حيكون اكس واي 2 هذه الاكس واي 2 الكيو احنا نتكلم على الواي 1 بلس اذا بدل كيو اخلي واي 1 داش هذه واي 1 داش هذه وانا زائد الكي داش الكي هو اكس الداش ما صارت اكس داش هذه والواي 1 كما هي واي 1 فصارت هذه المعادله اوكي اوكي دكتور واضحه رقيل ولا اي اي دكتور واضحه اوكي هسه طلاب انقل دول المعادلتين الى الماب اوكي أقول يعني أنقلهم إلى شيء اسمه مشابه للكاردوف ماب حتى تعرفوا هم مين يجوين أوكي تريد أنت تدوخ بها سمي كاردوف ماب ما عندي إشكالية شو تريد تسميه سميه بس هو تسمية هنا أنا ما حيكون كاردوف ماب حنسميه ماب حتى نأخذ صفارة واحدة مو حتى نبسط الكاردوف ماب هو للتبسيط الماب لأخذ القيم صفارة واحدة وإذا أنت تدوخ بها سمي هاي بقية شو تريد تسميه سميه حتى لو اسمي لي اياه مستقيم المهم بتطلع لي القيم صحيحه نجي طلاب الاوتبوت واي 1 واي 2 يعني البريزنت ستيت والاكس هو الانبوت هذا بريزنت وهذا انبوت نفس الحاله بريزنت انبوت هذا الاول للمعادله الاولى
والثاني للمعادلة الثالثة. هنا هذول الثلاث معادلات دولة ما يحتاج لهم كاردوف ماب، دولة بسيطين تعويض قيمة واحدة، لأن هي مو بلس، مو عملية بلس أكثر من تيرم. دولة مباشرة أقدر أعرفهم، أعرف قيمتهم، ما يحتاج أوديهم الكاردوف ماب وأعرفها. فنلاحظ بالحالة الأولى الماب الأولى واي وان ماب، يعني هنا هو يخص واي وان بلس، وهنا يخص الواي 2 بلس. فنلاحظ واي 1 داش واي 2، واي 1 داش يعني 0 1، وين موجود 0؟ يعني هذه 0 1، والاكس الاكس هذه يعني 1. يعني شلون اقراها هسه؟ هذه اقراها 0 1 1 0 1 1، هذه قيمتها 1. اللي بعدها واي 1، الواي 1 موجود هنا، هذه واي 1، دول اثنين هم واي 1، يعني الصفين الاخيرات هم المقصودين. بس هنا شنو ظهر لي؟ ظهر لي اكس داش، يعني فقط موجود الاكس داش، هذا العمود للاكس داش وهذا للاكس. اذا دول الصفين حيكونوا الموجودين فقط بالاكس داش، فيكون واحد بواحد، فدول القيم اللي عندي. اذا دول هذا اذا بسطتها بالكارنوف ماب حتطلع لي هذه المعادله. اللي بعدها صفر صفر اكس واحد، اذا صفر صفر واحد الاكس، اذا هذا الواحد. اللي بعدها واي 2، وين موجود الواي 2؟ لحظه بس، بهذا الصف وبهذا الصف، هذا الصف وهذا الصف، الواي 2 بشنو؟ بالاكس داش، اذا باول عمود، اذا حيكون هنا انا واحد وهنا انا واحد، صارت عندي هذا التبسيط اللي امامك، مو التبسيط يعني هذا الماب اللي امامك. هسه بس مجرد اوزعهم اوديهم الكارنوف ماب، الا العفو للتيبل. اوكي، ف اجي البريزنت ستيت نيكست ستيت والاوتبوت. البريزنت ستيت واي 1 واي 2 0 0 0 1 1 1 1 0، نفس هذا الترتيب، نفس الترتيب بالضبط. النيكست ستيت واي 1 بلس واي 2 بلس، هنا أنا ايضا واي 1 بلس واي 2 بلس، يعني العمود الاول للواي 1 بلس هنا أنا، والعمود الثاني هنا أنا، وهنا أنا هو للواي 2 بلس اللي هو اجيبه من هذا الماب، والعمود الاول اجيبه من هذا الماب، حتى اخلي العمود الاول هذا من الماب الاولى الاكس يساوي صفر، حجيب هذا العمود 0 0 1 1 اخليه بالعمود الاول 0 0 1 1. اللي بعده 0 1 0 1 حيكون الاكس الى 1. اوكي، اذا 0 1 0 0 هذا وين؟ هذا العمود الثاني، يعني العمود الاول للانبوت 1. هسه كملنا من التيبل الاول، اجي التيبل الثاني، هذا الواي 2، اذا الواي 2 بلس من يكون الاكس 0 اجيب هذا العمود 0 1 1 0، هذا 0 1 1 0. اللي بعده اجيب هذا العمود 1 0 0 0، اجيبه 1 0 0 0. كملنا البريزنت ستيت وكملنا النيكست ستيت اعتمادا على الانبوت، يعني هذا الجزء كملنا. هسه الاوتبوت مره من يكون الاكس يساوي 0 ومره من يكون الاكس يساوي 1. بالاوتبوت الاول نلاحظ واي 1 داش واي 2 داش، ما عندي اكس، اذا مباشره مع الاوتبوت Z1 Z2 Z3 من يكون الاكس يساوي 0، و Z1 Z2 Z3 من يكون الاكس يساوي 1. فعندنا Y1 داش Y2 داش، يعني هذا المقصود، هذا العمود، هذا الصف المقصود. اوكي، ما عندك اكسات بي، اذا هذا 1 قيمته Z هنا 1 وهنا Z قيمته 1، والعمود هذا كل الباقي اصفار، لان هي المعادله شنو؟ هي المعادله الزت، زت 1 معادلتها هي واي 1 داش واي 2 داش، يعني بس ذوله، بس ذوله، البقيه ما عليه بهم اصفار. كملنا من الزت 1، الزت 2 هو عباره عن واي 1 واي 2 داش اكس. نجي واي 1 واي 1 واي 2 داش اللي هو هذا، هذا الصف يعني المقصود، الصف الاخير. بس شنو؟ حدد لي بس الاكس. اذا الزد 2 هذا، الزد 2 هنا العمود اللي يخص الزد 2 كله اصفار، بس بهذه القيمه
تكون قيمته واحد، فتلاحظ كل أصفار هذا واحد وهذا كل أصفار. الزد 3 هو y1 y2. y1 y2 وين أجي أدورها؟ y1 y2 هذه، إذن هذا هو المقصود. ما موجود هنا x، إذن x متكنسل. إذن بما معنى الواحد حتى يتكنسل x، الواحد يكون هنا وهنا. طلاب هاي بدون نقلهم للماب، إذا ما تعرفوا شلون يصير نقلهم للماب خليهم مابات ثلاثة هنا، أوكي؟ سويهم وجيبهم عمود عمود. الاكس 1 الزت 1 من يكون صفر خلي هنا العمود الاول وهنا العمود الثاني، يعني مثلا سوي مثل هذه بالنسبه للزت 1 جيب العمود الاول خليه هنا والعمود الثاني خليه هنا. الزت 2 حسوي ثانيه جيب العمود الاول خليه هنا والعمود الثاني هنا. زت 3 ايضا تسويها جيب عمود اول هنا وعمود ثاني هنا وانتهت. اذا ما تفتهم على المعادله يعني شلون تحسبها من المعادله. بعد ان كملنا البريزنت والنيكست والاوتبوت راح اسوي الستيت. هسه اسمي الستيتات فحسمي اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اللي هي هذه، لان هسه الاس 1 0 0 اذا هذه 0 0 اس 1 هذه اس 1 هذه اس 2 اذا هذه اس 2 هذه اس 2 هذه اس 3 هذه هي الاس 3 والاس 4 هذه وهذه. فهذه الاسات حيكون عندك هذا شكلها وهذا هو الاوتبوت. اجي ارسم الستيت دايجرام هنا الاس 1 يبقى بالاس 1 من يكون الاوتبوت صفر هذه الاس 1 يبقى بالاس 1 من يكون الاوتبوت صفر ويعطي الاوتبوت 1 0 0. اذا اس 1 يبقى بالأسوان من يكون الأوتبوت صفر ويعطي أوتبوت 1 0 0. ونفس الحالة الأسوان ينتقل للأس 2 بأوتبوت 1 ويعطي أوتبوت 1 0 0. هذه ينتقل للأس 2 أوتبوت 1 1 0 0 وتستمر بنفس برسم الستيت دايجرام. وهذا ترى الموضوع أنتم حتى بالاتصالات تاخذون رسم الستيت دايجرام، مو صحيح؟ ما اخذيه قبل العد، مو لو ما اخذيه. اوكي ما اخذيه. اوكي رسمنا الستيت دايجرام هذه. اوكي ونكون كملنا الفرع الاول صممنا. ها بعد ان ترسم الستيت دايجرام تجرب بالامبليكنت شارت تلاحظ انه نو ريدكشن. ليش نو ريدكشن طلاب؟ مباشره اجي ما يحتاج حتى اخلي الامبليكنت شارت. ليش؟ لأن هذا الأوتبوت أكو أوتبوت يشابهه؟ لا. إذا هذه ما تتبسط ويا كلهم. هذا الأوتبوت أكو أوتبوت يشابهه؟ لا. إذا ما عندك تبسيط. هذا الأوتبوت أكو أوتبوت يشابهه؟ لا ما عندك تبسيط. ونفس الحالة هذه. إذا هذه مباشرة نو ريدكشن. ما بيها تبسيط. أوكي؟ وراها ترسم الستيت دايجرام وتقول له عاشت ايدك الديزاين مالتك اوبتيمال. هسه الفرع الثاني اللي هو يقول شو هاو ذا سيركت كود بي ريديزايند يوزنج دي فليب فلوب. شلون هذه الدائره نقدر نعيد تصميمها باستخدام الدي فليب فلوب. هذه البارت الثاني عليكم كهوم ورك ينزل بالكلاس. اوكي المده مالته للمحاضره القادمه الاسبوع القادم. هذا شوفوني شلون تحورون هذه الدائره نفسها تشتغل باستخدام الدي فليب فلوب. اوكي يعني هذه بدل تكون جي كي حيكون دي فليب فلوب. مو تمسح لي اياهم وتخلي لي دي فليب فلوب. يعني شلون تحول عمليه التحويل انتم ماخذيها بالثانيه همين. اوكي تروح تراجع عمليه التحويل وتسويها عملية التحويل باستخدام الدي فليب فلوب. لهنا يكون انتهى التصميم والاناليسيز للسينكرونس سيكوينشال سيركت. الموضوع هسه يخص الديزاين اوف اسينكرونس ستيت ماشين.
هسه صارت عندنا الدائرة أسيكرونس، وهذه هي الخطوات اللي لازم نتبعها بهذا التصميم. هذه طلابي هعتبرها محاضرة الأسبوع القادم، لهنا أنا راح أتوقف. الأسبوع القادم راح نأخذ هذه المحاضرة يعني شوية محاضرة دسمة، أوكي، وأنطيكم استراحة ربع ساعة، لا يعني خلينا نقول 2:05 ترجعوا لي هسه بالوحدة و47، 2:05 تلقون سؤال الكويز موجود على الكلاس. السؤال ينحل ربع ساعة أو خلينا نقول ثلث ساعة بالزايد. دكتور فصل للمتعدي مرتضى بعدني ما مكمل عني كلامي. فطلاب هينزل لكم السؤال بالزايد، الحل مالته ربع ساعة إلى ثلث ساعة بالزايد، أو من عندي ربع ساعة إضافية، أوكي، فيكون ثلث ساعة زائد ربع ساعة يكون وقت الامتحان 35 دقيقة. أي تحميل يجيني بعبارة ليت، يعني هو مسلم، يعني عبر الوقت ومسلم، هذا ما يصلح، هذا صفر. الوقت 35 دقيقة، أحسب 33 دقيقة للحل ودقيقتين للتحميل، لتحميل السؤال. يبقى هنا طلاب انتبهوا للكلام اللي راح أقوله. هسه صف رابع وباشر عقبه مهندس تتخرج، أوكي، يعني أنا نظرتي لكم هي غير نظرة، مو مثل نظرتي لمصف الأول لو أبو صف الثاني لو أبو الثالث. أنا إذا لاحظ قدامي هسه مهندسين، هذا الإلكترونيك اللي دا ناخذه هو عملية ديزاين، يعني أنت من تفرض شغلة احتمال صديقك يفرض غير شغلة ويطلع غير نتيجة، أوكي، واثنينكم تكونون صحيح أو اثنينكم تكونون خطأ اعتمادا على الفرضية مالتكم والحل. فطلاب اللي أترجع ما أريد من عندكم نقل، ليش؟ لأن اللي راح ينقل بالامتحان الثاني ويصر على عملية النقل مثل ما صارت بالامتحان الأول، أوكي، وأنا مشخصهم، بس التشخيص الثاني يكون حد يعني انتهت. إذا صار نقل بالامتحان الثاني طلاب، أول شيء أنا راح أصفره، لأن من السهولة أن أكشف الشخص اللي نقل بسهولة بالإلكترونيك، أوكي، ما أريد عملية نقل. أنت جاوب على اللي أنت دا تفتهمه. إذا أنا ما أشرح لكم المادة هسه، يعني أتحداكم أي واحد منكم يقول أنت ما تفهمنا المادة لو ما تشرحها زين، أوكي، أنا أوصل لكم المادة بصورتها الكاملة أو أحسن من شرح حتى الكتب الموجودة، الكتب أحسن من عندنا نشرح لكم، بدي أدخل بكامل التفاصيل. اللي أريد من عندكم أنت جاوب وش فاهم. ترى أنا أبو صف الرابع ما أوقف وياه بالنهائي على درجة درجتين لو ثلاثة لو أربعة، أنا مشي. أنا أول سنين دخولي للكلية أنا درست بأول سنة دخولي، أنا درست 3 مواسم واستمرت 4 سنين على نفس الديزاين. كنت أدرس لغة السي بلس بلس، أوكي، ودرست المايكرو بروسر، يعني بنفس السنة أدرس سي وأدرس مايكرو بروسر وأدرس اتصالات رابع. بوقتها يعني الطلاب الصراحة كانوا يعني أحس أنه أكو يعني قوة بالدراسة، أكو شوية يعني حرص، كانوا الطلاب عندي في وقتها يعني امتياز، يعني إحنا الشعب هسه مو مثلكم مثل 20 طالب بالشعب، لا قبل الشعب توصل لـ40 طالب، 37 طالب، 38، 40 طالب، 42 طالب، الشعب الوحدة، أوكي، هذول خلي نقول ما يقارب قبل قد 15 طالب يطلع الامتياز، 20 طالب
يطلع لي جيد جدا، كم طالب يطلع لي جيد، اصلا متوسط ما يعرفوا شنو هو المتوسط. ليش؟ لان اعطيهم وافتح لهم الماده كامله واعطيهم كل تفاصيل الماده وهم يتبعون وياي يقرون يقرون ويتعلمون ويجون يجون يمتحنون قدامي ويحلون، اوكي؟ وانا اقيمهم حتى لو مثلا خطا، بس اقيمه على مستواه، اقيمه على مستواه وعلى تفكيره. فاللي اترجى من عندكم، ما اريد اي نقل او ما اريد اي شيء يتعبر، لان اللي دا يعبر له اللي دا يعبر له وما يعرف يحل هذا الكويز ترى صعب يواجه الاسئله بالنهايه، واحتمال يوقع دور اول واحتمال يوقع دور ثاني واحتمال ثالث واحتمال رابع، اربع ادوار، اوكي؟ فاني اريدكم طلاب، اريدكم انتم تجاوبون، اريد افتهم شنو مستواكم الفعلي. انا ما اريد اقول لكم انتم مستواكم مو زينين، لا بالعكس زينين وفوق المتوسط، اوكي؟ بس اريد اشوف الريسبونس مالتكم لماده بدت يعني تسوي تاتشنج وياكم مباشره بالالكترونيك، ماده بدت يعني تهزكم تتداخل وياكم بالالكترونيك. انا الباع العام من درست اتصالات وفرغت عندنا الالكترونيك، ماكو عندنا، فرجعت على الالكترونيك حتى ادرسه. نزلت بوقتها محاضرات بس ايضا ابتر المناقشات. بس لو نجي للواقع، العام جماعه العام اللي يتخرجوا بالاتصالات من صارت مناقشه الاتصالات عرفوا شنو الاتصالات، عرفوا الاتصالات على حقيقتها. ما صارت عندي محاضره مثلا القاء مجرد القاء 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 والطالب يجي وصافن علي، لا فهمت شنو الاتصالات. هسه نفسهم كورس الدكتوراه عندي من دخله ودخله وشكل، بس هسه من يعني خلص الكورس الاسبوع القادم والبعد حتبدي الامتحانات مالتهم، اشوفهم غير نموذج. من تيجي تناقشه اكو شيء ملمس، اول ما دخلوا تقريبا يعني شلون نقول هالبياض مال هذه مال دومنا كل شيء ماكو، اوكي؟ بس صاروا يعني شيء ملموس. نفس الحاله عندي طالبين بحث ماجستير كل شيء ماكو بالاتصالات. اساس سوينا الخير من الله، وصلوا مرحلة يعني مرحلة هسه يناقشون أكبر واحد، أوكي؟ فطلاب أنا الغرض من تعليمي لكم للمادة هي أريد أخرجكم مهندسين. باكر عقبة تروح للوظيفة ترى عيب ما تنسأل ويقولون إجا مهندس ما يفتهم. إذا وظيفة، خلينا نقول إذا توظفت، حتى لو بالمهنة الحرة، أنت مهندس وواحد يجيك يسألك أي سؤال عام، صعب انه مهندس وهذا كل شيء ماكو، لو الهندسة اخذها وخلى الشهادة بجيبه، اوكي؟ بالقليل اكو شيء انه نقول انت مهندس بيه. فطلاب اتمنى من عندكم انه تاخذون كلامي يعني كلام محمل جد، وتشدون حيلكم، اوكي؟ وتشوفون اليوم مستواكم، اوكي؟ ولا تحاولون النقل، يعني النقل بسهولة 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 راح اكشفه بهذا المثال مال اليوم، اوكي؟ الوقت مثل ما قلت لكم 35 دقيقة لحل السؤال، مو مشكلة، ودقيقتين من عندي 37 دقيقتين التحميل ما مشمولة بالسؤال، 35 دقيقة الحل ودقيقتين التحميل، فيكون عندك 37 دقيقة وقت حل السؤال، اوكي؟ راح ابدي الامتحان 2:15، لو تريدوها 2:30. واحد اوكي طلاب الباقين، اوكي؟ اي دكتور. يلا 2:30 طلاب تابعوا علي 2:15. دكتور هسه الوقت شو وقت؟ الوقت 2:15 دكتور؟ ايش ده نحشي صارنا ساعة 2:15 الوقت. لا مو يفصل عدنات. ها 2:15 الوقت 2:15 تدخلون تبتحنون، اوكي؟ مو صعب السؤال، سؤال يعني زين سهل، اوكي؟ تحلوا لي اياه، تعطوني حلولكم
اوكي، او ارفض النقل نهائيا 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 طلاب، اللي حينقل ترى يعني ياثر على نفسه، فكل واحد يشتغل وحده. وفكروا ما اعتقد قصرت وياكم بالماده، يعني لو ترجع شويه تركز بها لا السيطرون عليها كامل. فان شاء الله على الكلاس 2:15 راح ينزل السؤال، الوقت 37 دقيقة ساكن للتحميل و 35 دقيقة للحل. تحياتي لكم. شكرا دكتور. أهلا وسهلا. يلا مع السلامة. مع السلامة.